العملية الانتخابية على مستوى ولاية بوشباج مختار تسير على نيران بعد توفر جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتسخير جميع الإمكانيات من طرف السلطة المستقلة للانتخابات بهيئة ناخبة تقدر ب 37,545 ناخب على مستوى بلديتي بوشباج مختار اللي هما بوشباج مختار وتيميوي. إلى حد الخامسة مساء جميع أمور العملية تسير بانتظام وبتطبيق صارم البروتوكول الصحي على مستوى جميع المراكز، إقبال جماهيري غفير على مستوى جميع المراكز عبر البلديتين.